ميسيو عدى، عايز اعرض لكم صورة دلوقتي و يعني تعلقون عليها. انزلوا يا جماعة بالصورة. اهي. ها، كواليس الصورة دي كانت فين وإيه؟ كانت اليوم هذه المباراة مع عواد، كانت صورة نحن رأينا بعض منذ زمن طويل، منذ الإسماعيلي في 2019، وأنا سعيد جدا له. هو شخص رائع على المستوى الشخصي ولاعب رائع في أرض الميدان. أنا أحبه كثيرا وأحب وسعيد له أن يتواجد في نادي كبير مثل نادي الزمالك، وهو حارس كبير بالفعل، ولهذا اتخذنا صورة. وهو حارس لديه القدرات دائما دائما أن يكون في أفضل المستويات، وأنا أتمنى، وأنا في أول يوم قلته في الإسماعيلي هو تصدر ضربة الجزاء، وأنا رأيته وقلت له ما هذا، كيف صدرت هذه ركلة الجزاء، وتحدثنا كيف استطاع التوقع والتنبؤ باتجاه الكرة، وأرى أنه لدينا العديد من المواقف الجيدة. هو حارس يشتغل يعمل دائما على نفسه من أجل التقدم والأداء الرائع.